اسالك سؤال، يعني اللي انا شايفه منك في كلامك في طريقتك، بسم الله ما شاء الله 22 سنه متحدث لبق يعني، ومتمكن من ادواتك وعارف انت بتقول ايه، مش بقى يعني ما بتهلفطش يعني، مش بتقولش اي حاجه، ما انتش مخضوض، وده شيء يقول اللي زمالك بيقوله لك في الملعب، البرود انك بارد، ففي ثقه في النفس، مش معناها برود بمعنى برود بمعنى الحميد يعني. ليه ما فكرتش في الاحتراف؟ يعني اشوف انه الاحتراف الخارجي، يعني اشوف انه العقليه بتاعتك دي تيجي متسقه قوي مع فكره ان انت تخرج لاوروبا انا وانت والله صغير 22 سنه، انا مواليد عارف 2000 على فكره، لسه. هي في دماغي ولحد الان، وانا عارف انا، بس انت طبعا عارف ان انا مثلا في نادي كبير، في هو شايف ان هو عايز يعني عايز يستفيد مني اكتر الاستفاده. ممكن ما جاليش الحاجه بره مثلا اللي هي تخلي نادي يستفيد اكتر، فانا طبعا دي يعني فاهم، انا رغبتي احترف بره ورغبتي ان انا اعمل اسم كبير. تقدر تحترف يعني، خد بالك اصل الاحتراف معناه ان انت هتخرج من الاجواء بتاعت مصر، وما فيش لا قريب ولا حبيب ولا اصحاب ولا اي حاجه خالص، وبالتالي انت هتعيش تقريبا منعزل لمده موسم او موسمين لحد ما ربنا ما يكرمك، فتقدر تخرج بقى لمحطه اكبر. ده اللي ممكن يكون بتفكر فيه، ولا قولي بصراحه يعني. انا عشت 9 سنين، من وانا عندي 9 سنين انا كنت عيل صغير عايش لوحدي، عايش فانا لوحدك. سافرت القاهره وبركب مواصلات وبصعبط على الكبوت، فعملت كل حاجه، فانا بالنسبه لي دي عادي، ما عنديش اي صعوبه في شعبطت الموضوع. برضو واتمرمطت شوية. لازم لازم اتمرمط، ما انا ما اتمرمطتش مش هوصل لحاجه كويسه، لازم اتمرمط. أول فلوس أخدتها تفتكرها؟ طبعا اول فلوس، اول مبلغ خدته كان 1500، لا ألف كان اول مبلغ خدته كان 500 جنيه من ده دجله من دجلة، وانا عندي 10 سنين عملت بيهم إيه؟ 500 جنيه اديتهم لامي، جابت بيهم شوكولاته، خلصناهم وكلناهم واحنا جايين في الطريق. بس ما قلناش لابويا، ب 500 جنيه شوكولاتة. وما امي بقى صرفت بقى، كانت جابت لنفسها عبايه ساعتها، نسيت افتكرت، عباية من وشوكولاتة ابو كبير من ابو كبير. واحنا ماشيين في الطريق، وبالباقي جبنا بيه شوكولاته، وبس ما قلناش لابويا ان احنا قبضنا، ضحكنا عليه. بس فلا لا لا كان ايام جميله، فكانت ايام ممتعه طبعا، احسن ايام حياتي لو طبعا. تشوف القصص اللي محمد صلاح بيحكيها دلوقتي، ومحمد في اعلى 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 مكان، ولك المعاناة والقطر اللي بيركبه والكشري اللي بيحبه ما زال لحد النهارده، بيجيلكش احساس ان انت عايز تمشي على نفس التراك؟ طبعا نفسي، هو قدوة لينا كلنا، هو وصل لحاجة وعمل حاجة كبيرة قوي، وصل لمرحلة مختلفة عن الكل، فطبعا لما بشوفه بكون نفسي طبعا، أو أكيد مثلا بكون بحلم كده، أنا مثلا بلعب في الشامبيونز ليج مثلا، وبلعب وبرقص وبجيب جون، طب طبعا ايه طب بفكر في ايه طب الإحساس ما ده. ايه ما ما تجري ورا الحلم ما هو ما يا جدع، انا لو عندي 22 سنة هعمل كده. ما أنا هجري، ما أنا لسه، أنا وقفت، أنا مش ماشي هقف، أنا هجري، ماشي. أنا لسه والله، أنا يعني الواحد في دماغه الحاجات دي وما بينساهاش ان شاء الله باذن الله توصل لها، ان شاء الله باذن بإذن الله. الله.